بيت من خيوط العنكبوت، ما إن تمسه النار يصير هباء منثورا. هكذا يمكن تلخيص ما حل بمنظومات الدفاع التي تباهى بها السلطان التركي وراح يجهزها في قاعدة الوطية العسكرية غربي ليبيا قبل أن تحيلها طائرات الجيش الليبي ركاما فوق الركام. 3 رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز هوك ومنظومة كورال للتشويش استغرق تجهيزها أسبوعا، كانت هي الهدف ل9 ضربات جوية لم تستغرق دقائق معدودات حتى جعلت تلك الأسلحة والتراب سواء. ضربات كان لها أكثر من هدف ومغزى، فالمسرح كان قاعدة الوطية التي كانت محل بحث بين حكومة أنقرة وحكومة الوفاق لتكون تحت إمرة الأتراك غيرها من ثروات الليبيين التي وقع السراج على نقلها للضيف الثقيل جملة وأفرادا. توقيت الضربة كان له معيار كذلك، لا سيما أنها جاءت بعد 2 يومين من الانتهاء من تثبيت تلك المنظومات، كما تأتي غداة وصول وزير الدفاع التركي خلوص أكار إلى طرابلس ولقائه جنوده القابعين في سفينة حربية تركية قبالة السواحل الليبية. أكار المصاب بمس استعادة الإرث العثماني خيل إليه أن بمقدور نظامه العبث بالأراضي الليبية، فراح يتحدى تصريحات مفادها ترسيخ التدخل والاحتلال بعدما قال إن حكومته ستبقى مع إخوانها في طرابلس للأبد، مذكرا بحقبة الأجداد العثمانيين الذين قال إن انسحابهم قبل 500 عام من تلك المناطق سيعود على أيدي الأبناء، في إشارة إلى قطب الإخوان الأكبر رجب أردوغان. ضربات الجيش الليبي جاءت لتؤكد أن أوهام أكار ومن معه ومن جاء به إلى أرض المختار مآلها الفشل والخسران، وفي الوطية خير دليل وبرهان.